اذا كان عند حضرتك مشكله فدايما بتحاول تحلها، او النادي الاهلي يعني لما بيبقى عنده مشكله بيحاول يحلها بكل الظروف اذا كانت المشكله، اذا كان هناك مشكله. ولكن دلوقتي حضرتك عندك مشكله، انت كنادي منافس او كنادي اخر او كنادي بتفكر بطريقه اخرى غير طريقه النادي الاهلي، بيحصل ايه؟ تلاقي النادي ده بيروح يقول ايه، والله هو عنده مشكله ومشكله كبيره ومشكله مع لاعب واثنين وثلاثه، ويجي يقول لك اصل بص النادي الاهلي عنده عبد الله السعيد عنده مشكله، اصله فلوس الصفاقسي مش عارف ايه. ومال كل الانديه لديها مشاكل ولديها حلول ولديها ادارات ما بين فنيه واداريه وقانونيه وكذا، فده الحياه تستمر. يعني هو انا ليه لو جت عليا غرامه لازم اعاير ان انت كمان جت عليك غرامه؟ مش فاهمه يا عم، كل واحد يشوف غرامته فين بالظبط كده وايه اللي حصل ويعدل ويبدل، اصل الدنيا ما راحتش يعني. طالما والعياذ بالله لم يكن هناك، سيبك من ما فيش حاجه اسمها نيه في الاداره المحترفه، وحضرتك عارف انت عندك تور حتى بره مصر، لكن ما عدا ان يكون هناك خائن مرتشي فاسد فاي شيء يمكن تعديله عادي جدا. انما ايه حكايه التلاسن يا عم؟ اللي عندك لعيب هرب فالتاني يقول له انت عندك اتنين لعيبه هربوا، ويجيب لك من الف من قبل 1907 كمان. انا مالي انا يعني ايه الموضوع في القصه دي؟ القصه دي كل ما يلزم الاعلام منها لإراحة الجماهير في أي نادي حصل فيها هذا الدروب أو ذاك، إنك أنت تقول تفاصيل بالظبط كده وشكرا. وأنا على فكرة حضرتك أنا عشان كده كنت قاصد أقول التفاصيل النهاردة بتاعت موضوع عبد الله السعيد، إن أنا الله ينور عليك، كان هناك عقد ثلاثي ما بينه وما بين النادي الأهلي وما بين نادي أهلي جد. هذا العقد الثلاثي اتكتب فيه إن أنا هدفع 2 مليون دولار لو نزلت في خلال الثلاث سنين القادمة، هدفع 2 مليون دولار كشرط جزائي لو لعبت في أي نادي في مصر. فهناك ثلاث اطراف دلوقتي، نادي الاهلي المصري، نادي الاهلي جده، ثم عبد الله السعيد. خلاص، في حاله ايه بقى؟ في حاله الاعاره او البيع يبقى الثلاث اطراف هيشتركوا في الموضوع اللي هو الاهلي المصري وجده وعبد الله السعيد، صح؟ ولكن لو طرف من الثلاث اطراف هو اللي فسخ التعاقد، اخل بالتعاقد بالفسخ طبعا زي ما حضرتك قلت. نعم، بالفسخ زي ما حضرتك قلت. يبقى اذا هنا هناك طرف وحيد اللي هو عبد الله سعيد. انا شرحتها كده للناس بمنتهى البساطه علشان نعرف الموضوع ماشي ازاي، وان الاهلي ملزم كمجلس اداره ان هو يدافع عن حقوقه لغايه اخر مرليم فيها، او لغايه اخر خطوه في خطوات التقاضي في هذا الموضوع، لانه في النهايه ملزم بموجب العقد. اللي عارف ايه اللي عجبني في القصه دي؟ تصريح كده من مسؤول النادي الاهلي بعد الجواب برضو، اللي ما اعرفش ليه برضو اللجنه يعني ارجعته 24 ساعه. وكانها تريد يعني ان يبقى في التباس في المكان الاحمر. لكن الحقيقه النادي الاهلي قال انه نص كلام حضرتك، بالاضافه الى سواء كسب القضيه ام خسر القضيه، لانه بيستميت على حق النادي الاهلي. الله ينور عليك، هذه اموال النادي الاهلي، اموال عامه وامور جمهور النادي الاهلي. طبعا اموال النادي الاهلي، النادي الاهلي بجماهيره بتماسه مع الدوله بكل حاجه، وبالتالي الناس دي لازم تحافظ على كل مليم. ما انا بقول لحضرتك موجود، حتى لو موجود على ورق، ما هو خلي بال حضرتك ال 2 مليون دولار دول موجودين على ورق طبعا، فالورق ده فلوس طبعا، عشان كده النادي الاهلي بيحاسب عليه وبيدافع عنه. اللي انت قلته هو عين الاحتراف واحترام جمهورك، وانك جزء من الحكايه لا زلت على تماس مع الدوله، اللي هو يصبح مالا عاما يعني، وبالتالي مش مال مساهمين زي كل العالم. حتى مال المساهمين ده ما انت عارف بره بيتحاسبوا عليه طبعا، لا يقدر يبقى فيه بلاك ماني ولا يقدر يشتغل من غير ميزانيات، لانه مال ناس برضه بيرشحوا من بينهم واحد يبقى رئيس برشلونه، واحد يبقى رئيس ريال مدريد. صح. وبالتالي الاهلي زي ما حضرتك قلت بالظبط يستميت على حقوق النادي، الاداره يعني تستميت على حقوق النادي. ومن ثم سواء كان الامر في النهايه لصالحها او عكسه، لكن هناك بقى ميزه نوعيه في النادي الاهلي. اذا كان هناك سمت ما تم يعني اسقاطه اداريا اللي هو عايز تحديث، سيتم تحديثه من غير بقى ما واحد يقول لك ده هو ده اللي وداه مش عارف فين، ده اللي ضيع العقد. لا 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 لا، في حاجه محتاجه تحديث هتتحدث. هو 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 الفيديو كونفرنس بتاع المجلس ده اتعمل ليه يعني؟ هل كان ضمن يعني اللي وافقت عليه الجمعيه العموميه؟ لان الاهلي الابديت ايه؟ على طول اول باول. ليه الملامه بقى على الابديت ده يعني؟ ما انا مش فاهم برضه. اي كلام.
اي كلام. هو انا دلوقتي عندي الدنيا فاضيه فلازم امسك. وبعدين انا دايما بقول الكلمه دي، الناس بتقول لي اسلام بس انت بتزودها. لا والله انا ما بزودهاش يا جماعه ولا حاجه. هو فعلا النادي الاهلي، خدوا بال حضراتكم وشوفوا اللي حصل خلال، وحضرتك استاذنا بقى واليوم السابع في الموضوع ده فاهم او فاهمين احسن مننا بكتير. العفو. لما تحط اسم النادي الاهلي في حاجه وبقيه الانديه ايه اللي بيحصل؟ اسم النادي الاهلي هو اللي بيعلم، هو اللي بيتقال، هو اللي بيقعد يقول لك اصل اسلام، اصل عصام، اصل محمد، اصل كابتن خطيب، اصل مش عارف مين، اصل اللي يقول لك حاجه كده. كابتن قولهم ده برضو ضمن يعني قواعد الاحتراف. حين تضع يعني اسم النادي الاهلي تجد الرعاه، تجد بنسب طبعا مقابل الكبار الاخرين واهمهم المنافس العتيد الزمالك طبعا. لكن طبعا يا كابتن في نسب، يا كابتن في نسب مشاهده، في نسب تاريخيه طبعا، في نسب يبنى عليها. والاخر رايح لها بحجم برضه اللي وصل له هو ده يقلله. بالعكس بالعكس يبقى كبيرا يعني طبعا.